ننتقل إلى السنة التالية. نعم. باب سنية ترك صلاة الرواتب للمسافر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا بعض الإخوة عندما كان يسمع هذا الحديث يستشكل: لم أره يسبح. شو المقصود يسبح؟ صلاة السنة. فهذه من السنن، من السبحة، وهي صلاة السنن. مش لا يسبح يعني لا يذكر الله، لا إله إلا الله. فبالتالي المسافر من السنة في حق المسافر أن يترك صلاة السنة الراتبة، إلا سنة الفجر والوتر، فهذه لا تترك لا في حضر ولا في سفر. لكن هل له أن يتطوع؟ والجواب نعم، يتطوع. وسوف يأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على الدابة، فعشان هيك فرصتك إذا أنت ما بتسوق في السيارة وقاعد جنب الشوفير، الله أكبر، فتصلي إيش؟ تنفل مطلق. لكن أحد الإخوة جزاه الله خيرا مرة وهو يقود فينا صار هو بده يصلي، شو وين رايح؟ قال: شو أنتم بتصلوا في سنة وأنا ما أصليش ركعتين؟ طبعا ركعتين هسه بنقضيها في القبر. جزاك الله خيرا، يعني بدك يصلوا علينا يعني؟ فهو صحيح كان يعني قيادي وسائق جيد، بس مهما كان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فطبعا هذا أهون من السائق الآخر اللي قاعد ببعث رسائل واتساب على وبسوق فينا، والله أنا خايف الطيران ببعثوا رسائل واتساب، صار يرحمونا يا جماعة، سوقوا فينا مبعدين يعني أرواح معاكو. طيب إذا نرجع إلى هذه النقطة إخواني في الله، وهو أن من السنة في حق المسافر أن يترك صلاة السنة، يعني ترك لك أجر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر بالعقل، وإنما عندك تنفل مطلق، عندك صلاة الضحى، قيام الليل، تنفل ما في مشكلة. لكن رواتب سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية تترك ولك أجر، سنة المغرب، سنة العشاء، وهكذا. لكن تبقى تحافظ على سنة الفجر والوتر، هذان لا يتركان، وأقل الوتر ركعة. هل يمكن للمسافر يصلي الوتر 13 أو 11؟ نعم يصلي 11 مش 13، لأنه الركعتين لسنة العشاء مع 13، يصلي 11 ركعة يمكنه، من ركعة ل 11 يصلي من المسافر الوتر، وحتى المقيم ما هي مع قيام الليل تعتبر. فإذا ننتقل إلى مشروعية، أيوة، باب مشروعية صلاة المسافر لسنة الفجر. إذا سنة الفجر لا تترك لا في سفر ولا في حضر. نسمع الحديث. ورد ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه ضمن قصة النوم عن صلاة الصبح، وفيه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم.